بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شوفوا بقى الأكلة الحلوة الخطيرة بتاعتنا بتاعت النهاردة دي. الأكلة دي أكلة الحلة الواحدة اللي حيرت كل اللي دقوها، كل اللي يدوقها يبقى محتار في طعمتها، والحاجات الحلوة الجميلة اللي بتتحط فيها كلها بتزيدها حلاوة وحلاوة. والنهاردة عندنا حاجات كده مختلفة عن كل الناس اللي بتعملها. تعالوا بقى اسمعوا معايا الفيديو وشوفوا طريقتي في عمايل الكبسة السعودي. كل اللي ينقصها بس ان احنا نكون في قلب السعودية نفسها. يلا بينا نشوف الخطوات. حطينا الحلة على النار، نشفت الحلة ما فيهاش ولا نقطة مية. ننزل بقى كده بشوية زيت حلوين، حابة تحطي معلقة سمن بلدي حطي. بعد ما حطينا الزيت هننزل ببصلة، وعلشان محدش يزعل ويقول البصل الابيض ده ما بيبقاش حلو قوي في الاكل، جبت كمان واحدة صغيرة بس خالص، برضه هنعملها ناعم كده على ايدينا كده سريع سريع بقى من غير ما نقعد نجهز الحاجة. الحل على النار واحنا شغالين بننزل مكوناتنا واحدة واحدة سريع سريع كده عشان نخلص بسرعة، علشان نحس ان احنا فعلا عملنا اكلة انجاز كده بسرعة وما خدتش مننا لا وقت ولا اي حاجة. البصلة الحلوة دي هتدبل بس معايا، مش هديها لون قوي ولا حاجة. عاملين تشكيلة من البصل اهو علشان يعني يبقى رضينا كل الاذواق. نقلب كده. هنحط ايه كمان؟ هحط فصين من الثوم كاملين زي ما هما، مش هقطعهم ولا حاجة، لان احنا يعتبر بنعمل في البداية شوربة. الثوم ده هيديني ريحة وهيديني طعم جميل ما شاء الله يعني. واللي حابب كمان انه يجيب راس ثوم صغيره خالص ويقسمها نصين ويحط النص ده بس مش في الوقت ده من التسويه، لا لما يقرب خلاص يحط الرز، ممكن يحطها كده على وش الرز تدي ريحه برضو حلوه قوي قوي للكبسه بتاعتنا. ما شاء الله بقى اكله في حله واحده كده، حاجه كده ما شاء الله عليها. البصله دبلت معايا، هنزل بقى بالحاجات الحلوه بتاعتي. ادي اللومي، وادي الحبهان، وادي كمان عودين كده من القرنفل، ونحط بقى كمان معانا جزرة كاملة، ومعانا ثلاث حبات طماطم. هنحط طماطم كاملة كده؟ ايوه هنحطها كاملة كده. احنا بقى مش هنتعب نفسنا ونقعد نعمل صلصة ولا نجيب صلصة جاهزة، احنا هنحطها وهقول لكم في النهاية هنعمل فيها ايه. وهنحط كمان ورق اللورة وهنقلب ده كله كده في بعضه. في لسه توابل ناقصة بس مش هنزل بيها دلوقتي، حط بس رشة بسيطة كده كمان من الفلفل الاسود، في حبتين فلفل اسود سلام زي ما انتوا شايفين كده، وشوية كده مطحنين. وفي الوقت ده يا حلوين هننزل بقى بالفراخ بتاعتنا، نديها تشويحة حلوة مع كل المكونات دي. تاخد التشويحة المظبوطة وننزل بقى عليها بالمية المغلية وشوية روايح ما شاء الله الريحة يعني زي الفل. نهدي النار شوية علشان برضو البصل ما ياخدش مننا لون اكتر من كده. هنحط ايه كمان؟ هنحط واحدة فلفل. الفلفل ده انا هحطه بارد وهحطه سليم، لو انتوا بتحبوه في الاكل ممكن تقطعوه، ولو بتحبوا كمان الفلفل الحامي ممكن تحطه، لكن انا بصراحة علشان اللي عندي محدش بيفضل طعم الفلفل فانا هحطه اخده نكهة بس مش هحطه متقطع. وكمان لو حابة تحطي واحدة حامي فلفل حامي حطي، انا بصراحة مش عايزة ازود حرقان الاكل لاني لسه هحط كمان شوية من الجنزبيل. نقلب بقى كده على الجنب الثاني لما نحس ان هي خدت معانا تشويحه مظبوطه. اول الفراخ بتاعتنا بتاخد اللون الحلو ده، فاتح مش لون غامق ولا حاجه. نبدا بقى دلوقتي يا حلوين ننزل عليها بالميه السخنه. امال فين القرفه العيدان؟ هقول لكم بقى، انا ما عنديش قرفه عيدان، فهحط في النهايه هحط شويه من القرفه البودر الحلوه الطازه الجميله.
مش شرط تكون كل المكونات عندك بحذافيرها، اشتغلي باللي عندك. زودت المية كمان شوية وهحط بقى شوية من الملح. بصراحة بحب احط ملح للفراخ من اول التسوية علشان ده بيخليها تاخد راحتها في السوى، مش تستوي بسرعة كده وما يبقاش ليها طعم. بصراحة دي خطوة حلوة قوي. اللي حابب يحط بقى فلفل حامي زي ما انا قلت يحط. طب ليه انا ما حطيتش كل المكونات؟ لاني بصراحة زي ما قلت لكم المرة اللي قبل كده يوم ما عملت الكبسة اللي كانت باللحمة، ان انا بحب اخد شوية من المرقة دي احطها جنب الاكل، فعلشان كده انا ما حبيتش احط كل التوابل من البداية علشان اعرف اخد طبق الشوربة ده. هنسيب الفراخ بتاعتنا عايمة في وسط القشطة دي كده حوالي ساعة الا ربع، يعني 45 دقيقة، ونشوف برضو السوى بتاعها، لان احنا حطينا شوية من الملح يعني هي هتاخد شوية وقت في التسوية. لما تستوي هنطلعها ونشوف بقى هنعمل اضافات ايه حلوة قبل ما نحط الرز البسمتي. بعد حوالي تلت ساعة او كان ممكن برضو من البداية ان احنا نحط معلقتين حلوين كده من الزبيب على الفراخ بتاعتنا دي. يعني انتي مش بتحمري الزبيب في الاخر في سمنه كده وبعد كده تحطيه على الرز، لا يا جماعه حطوه من البدايه كده. مش عايزه اقول لكم بقى على الطعم والنكهه بتاعته لما تيجي تاكليه مع الرز وهو مستوي كده، مش مجرد ان هو ياخد تحميره كده ويتحط على الرز في النهايه، لا جربوا الطريقه دي وهتعرفوا ان هي فعلا طعمها احلى. ما تتخيلوش الريحه اللي طالعه من ريحه الفراخ والشوربه دي عامله ازاي. طب انا ممكن احط ايه كمان من الاضافات اللي باقيه معايا؟ تعالوا بقى اقول لكم ايه الاضافات اللي باقيه معانا. معانا شويه القرفه، ومعانا يعني نص معلقه صغيره ونص معلقه صغيره من الجنزبيل، ومعانا كمان الكركم. عندك كاري حطي، حابه تحطي بابريكا حطي. عندي كمان شويه من البهارات وذره بسيطه خالص من الفلفل الاسود لان احنا حطينا شويه في البدايه، وكمان الجنزبيل بيكون ليه درجه حرقان واحنا خايفين ان احنا نزود الاثنين فيكون الاكل حامي. ومعايا كمان وحدتين من مرقه الدجاج، وعلى فكره مرقه الدجاج دي اصلا سعودي، يعني الكبسه بتاعتنا هتكون سعودي بمعنى الكلمه. ممكن انزل شويه الصغيرين اللي فاضلين كده من الفلفل الاسود، ممكن كمان احط برضو البهارات عادي مش هتأثر على الشوربة بتاعتي خالص وهتبقى حلوة. تعالوا كمان نحط الكركم مش مشكلة، هيدي الفراخ برضو لون حلو. يبقى فاضل معانا الحاجتين دول بس علشان الشوربة اللي احنا هناخدها ما تكونش حامية قوي. تيجوا كمان نحط مرقة الدجاج، يلا بينا نحطها. ننزل بس التوابل اللي وقفت فوق الفراخ دي. ما شاء الله لون الشوربة اول ما الكركم اتحط فيها حاجة يعني كده ليها العجب. اهو ادي اول مكعب وادي كمان التاني. الملح اللي احنا حطناه في البداية ما كانش كتير، لازم نلاحظ ان احنا مرقة الدجاج دي اصلا بيبقى فيها ملح، فاحنا لما نحط شوية ملح في البداية ما يكونوش كتير. وادي التانية. تعالوا بقى يا حلوين نخرج الطماطم الحلوة بتاعتنا اللي احنا حطيناها في البداية. شايفين عملت ازاي؟ هي خلاص استوت. يعني لما تستوي كده احنا لما ناخدها ونعصرها بالمصفى هي كده هتبقى منها طماطم فريش ومنها كمان صلصة. مش محتاجين بقى ان احنا نحط صلصة لوحدها ونحط كمان طماطم سواء متقطعة بقى مكعبات سواء مضروب مخلوطة يعني في الخلاط، لا مش هنحتاج ده كله. هنبدأ بقى نعصرها ونحط الصلصة اللي هتطلع معانا كلها برضو على الشوربة بتاعتنا. صفينا الطماطم الحلوة بتاعتنا، شايفين ما شاء الله لونها عامل زي الصلصة بالظبط. يلا يلا بينا ننزلها كده بقى، يبقى الحلو وصل. ما شاء الله الصلصة بقى ما اقولكوش بتعمل ايه في الشوربة وكمان في طعم الفراخ وفي طعم الرز البسمتي، ما شاء الله يعني حاجة كده ما شاء الله عليها. تعالوا بقى ما اقول لكم هنجيب ايه تاني. هنجيب معانا شويه صغيرين من بشر البرتقال. مش عايزه اقول لكم بقى دي تركايه حلوه قوي 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 ومش هتلاقوها عند اي حد، حاجه هتدي ريحه حلوه قوي للفراخ بتاعتنا وكمان للكبسه، لان خلاص احنا قربنا نطلع الفراخ ونحط الرز. الرز اللي معانا رز بسمتي غسلناه ونقعناه لمدة ساعة.
هنخرج الفريخ بقى كده دلوقتي كده حلوة قوي، كفاية عليها خلاص كده استوت. هنطلعها ونحطها في حاجة علشان نحط على وشها خلطة كده وندخلها بقى جوه الفرن تاخد لون. هاخد بقى انا شوية كده من المرقة الحلوة دي، ما شاء الله عليها يعني لون وريحة وطعم خطير. جهزنا بقى الرز البسمتي بتاعنا اللي احنا كنا ناقعينه، اللي قلنا ناقعينه ليه ساعة. دلوقتي هصفي المية اللي عليه وهجيبه احطه بقى في قلب الصوص الحلو الجميل اللي احنا كنا مسويين فيه الفراخ ده. انا كنت مهدية النار، هعليها بقى شوية كده وابدأ انزل الرز البسمتي. ننزل بقى كل الرز اللي معانا. كمية الرز بقى دي على حسب رغبتك انتي وعلى حسب عدد افراد اسرتك، عايزة تعملي كوبايتين، عايزة تعملي ازيد، حاجة بقى كل واحد وحريته. انا بصراحة بحب اعمل مقدار حلو. دلوقتي هنحط بقى القرفة بتاعتنا والجنزبيل على الرز البسمتي كده وعلى الشوربة الحلوة اللي هو هيستوي فيها. زي ما بنعمل الرز المصري العادي بتاعنا هنسويه، اول ما يتشرب المرقة دي كلها هنهدي النار عليه ونسيبه حوالي زي نص ساعة كده لما يكمل سوا. هنظبط بقى الملح بتاعنا، لو محتاجين شوية كده ذرة ملح كده ولا شوية، يعني زي مثلا نص معلقة ولا حاجة كمان هنضيفها. انا ما طلعتش الحاجات الحلوة دي من الرز، خليها تديله نكهة حلوة وهو بيستوي. تعالوا بقى كمان اقول لكم انا عملت الدقوسية او الدقوس او الدغوس دي عملتها ازاي. هي اسماء مختلفة، كل دولة بتنطقها بشكل معين. عملت كام حبة من الطماطم ومعايا كمان كام عود من البقدونس وحبة فلفل حامي. انا طبعا حطيت واحدة حامي وواحدة بارد علشان انا مش عايزة اخلي الاكل حرق جامد، وكمان حطيت فصين من التوم، وحطينا كمان معلقة من الصلصة، وحنحط بقى دلوقتي كمان عصير ليمون، وحنحط زيت زيتون. ادي عصير الليمون، وهنحط كمان زيت زيتون. ادي معلقة وادي كمان شوية اهو. نقلب بقى ده كله كده في بعضه، حاجة كده يعني ما شاء الله حلوة قوي جنب الرز البسمتي. ومعانا كمان طبق مرقة. وخلاص احنا الاكل بتاعنا جاهز، دلوقتي هنجيب الطبق اللي احنا هنقدم فيه ونحط الاكل بتاعنا. غرفنا الرز البسمتي بتاعنا الجميل الحلو الاصفر اللي ما شاء الله عليه كل حبة وحبة لوحدها. هو اصلا الرز البسمتي ما شاء الله بيطلع زي الفل في التسوية، شايفين يا حلوين؟ استنوا بقى موريكم كده الزبيب عامل ازاي. شايفين حجم حبة الزبيب بقى عامل ازاي؟ حاجة كده ما شاء الله عليها، ويبقى طعمها حلو لانها بتبقى خدت بقى من طعم المرقة ومن طعم كل حاجة حلوة محطوطة في الخلطة الحلوة الجميلة بتاعتنا دي. شايفين بقى كمان شكل الفراخ بتاعتنا الحلوة الجميل بقى بعد ما اتحمرت وطلعت من الفرن. شايفين الشكل؟ حاجة كده ما شاء الله عليها، يعني لون بقى وشكل والوان ومناظر يعني بصراحة هتفتح النفس. تعالوا بقى كمان نكسر اللون كده بشوية كده من الكزبرة الخضراء الحلوة المتقطعة كده، ما شاء الله يعني حاجة بصراحة زي الفل. طبخة سهلة في حلة واحدة، كل اللي هتحتاجيه بس شوية بهارات كده وهتلاقي الدنيا معاكي متزبطة، حاجة كده رائعة. ما اعتقدش ان دي حاجة محتاجة لكلام. ادي معانا السلطة بتاعتنا، ومعانا كمان سلطة الدقوس الحلوة اللي عملناها، ومعانا طبق كمان كده من المرقة حلوة، بولة حلوة من المرقة كده خدناها قبل ما نحط الرز، ومعانا كمان ادي السلطة. حابة تعملي بقى سلطة زبادي، سلطة زبادي بالخيار او اي لبن رايب بقى زي الزبادي كده، حاجة كده ما شاء الله يعني الاكلة هتبقى متكاملة وزي الفل. شايفين شكل الرز عامل ازاي؟ شايفين الرز؟ شايفين حبة الرز حلوة ازاي؟ ما شاء الله يعني حاجة كده زي الفل. اتمنى اكون خفيفة على قلبكم واكون قدمت لكم الوصفة بشكل بسيط وسهل، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.